الله يرضي عليك وليدي، المشعل اللي قادك الرواية ديو ودير اللي قال لي دا عادي اللي مي فين. ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عظامي، ياك تياريت يا الدنيا ما بحال رياح، فيه بويا فيه جدي خواني وعمامي، هذا تاريخ ما فيه قدوب تاريخ صحيح. الفلوس هما اللي كيحمروا الوجه، الفلوس هما اللي يحمروا الوجه وكيكحلوا الوجه، ويكحلوا الوجه ويطولوا الواحد، ويطولوا الواحد ويقصروا. كيفاش تيحمروا الوجه؟ يحمروا الوجه الا كان واحد جيبو عامر. يا جمال يا ولد عوشو كي المغرب، يا جمال يا وشو عاطر وهجدر، يا جمال يا وكرش حرشو كي الخنشة، يا جمال يا وشو عاطر وهجدر، يا جمال يا وراسو حمار كي المجمر، شو قلتي ليا بنادم الا فات الربعين اياه وما دارش طامو الدنيا ما دار فلوس عندك اسيدي ملي تلخطي الثلاثين الا بدات تجي الدنيا راك غتربحي، الا فتي الربعين وقليتي في 45 ودخلتي الخمسين اتقبل وحط المصحاف وحلف بانه ولا عمر ريال ما يدور عندك، الزلط راه عمرو ما يحيد عليك. يقول لي يا شريفة دوارنا شحال زين في البولات شاعلين، واش نتوما اللي شاعلين ولا البولات؟ يلا قالك لي مكرم عياله وما زيقين خياله وخلى الدين يتسالو، لا تحس بيه ماله واخا تكون كاع الدنيا ديالو. قلت لي هذا اللي دار راسه مالوش خاصو؟ خاصو يشرب رابعة ديال الكربون يفوتو الحال. رابعة ديال الكربون يفوتو الحال، يتفرقع عليه راسه ما يبقاش عارف. قالوا هالجود يجودوا وهالمروة وينجاو، وفي عهد النبي بحرامية الأولين خلاوها التالين وصية رعاوا القدس السيد بودريس حيت قال لك الغنم تيستروها أولادها والغابة تيستروها جوادها والقبيلة تيستروها جوادها. أش يعجبك في الغنم؟ يا كانوا فيها الأولاد. وأش يعجبك في الغابة؟ يا كانوا فيها العواد. وأش يعجبك في القبيلة؟ يا كانوا فيها الجواد. اللي عنده 100 عرض بعيد على الصداد كي الحسيرة مع الأرض. واش الأرض بعيد على الحسيرة؟ لا قريب اللي عاودي فوق مول 100 عرض. هي العالي بلا الكيز والله هذه هي الهوى انت في تراسل واكله ولاده في كرشه. محمد عاطير يجي وسير وليدي الله يفاجي عليك. امين. والسيفه زينه. امين. والخيال زين. امين. وهادو اللي تشوقوا فيهم الدوال بغيت يكون عندك طبل ماصو يا ربي. امين. واي وبغيت نهار الخيب وتكون غيب والنهار الفالس وتكون ناس وما تهزدين وما تمشي مع مساجين بجاه الله وناس تخاف الله يا ربي. بغيت تكون قوار في مارس يا ربي. امين. العين اللي شافتك ترضيك يا ربي. امين. الجمع اللي كنت فيه تحمر فيه الوجه يا ربي. امين. كلمتك ما تطيحش. امين. دايز. امين. فايز. امين. سيري وليدي انا بغيتك يا الصبعه انت واحد ما يدعي واحد يا ربي. تريكتك تاكل غلتها وبغينا لي القبول فين ممشى. عمانين الخيل اصحاب الصبعه اصحاب البارود. لا لا خيمة كبيرة ديما راها معروفة بالجوار. هذا لما جينا جايرة موالي شفن يتفقوا علينا يقول لك تهم الغن لما غادين بيع شفن. أنا الوليد فالت لك على الكربون. تا الكربون ضايقينو. دوار عاجبنا نبقاو في الدوار. ريحة الدوار. دوارنا دوار. دوارنا دوار جابين تيطم الليل وبن سليمان بالليل والنهار كيبان كيشفار في عين الرمان خطواته قصر من قصار إلا كنتي زربان كي تفوت واد حصار تلقى جوج طرقان اللي منت تديك القارة بن حمد خريب قول فقيه بن صالح ولي صرى لهاد المكان شد التانية إلا بغيتي تسترح وكنتي في الدات عيان وكي تقطع الواد المالح مع الروح تصالح وزيد نيشان ومعادك الفراج القاصح وجد راسك للدوران جهة البراج والوالي الصالح البكا والزوران وسول على الشهب مول الكلام القارح المنطوق ميزان اللي دوا اليوم والبارح على هموم كل إنسان وقول له انت زجال نظامي بالدليل والبرهان وما دمتي على فضالات كتحامي انت شاعر وفنان ولو كان المقام مقامي نخلي حروفي وحروفك عنوان توصل
دوار ولاد الرامي اللي محاد مع ولاد زيان واللي قال عكس كلامي هالحطبه هالمهرجان لله يزيد قدامي يسرح الدهم إلى كان فقعان راه قد ما كان البارود في الجعب حامي يغطي السماء السماء بالدخان أراو كان زيدو سامي وحامي من الماء إلى كان عطشان وخلي الجوع الحرامي إلى دخل المحركنا يبان شبعان وقول معايا سعدات كل آدمي سار دوارنا مزيان وشهد بلا طبيعته جوها غرامي يداوي قاع يداوي قاع الحزان. هذا كلام النظام ميلود بابا بالعروي جابو روان. شريف اسمك الله؟ سميتي بشايب. بن من؟ بن تامي. بن من؟ بن محمد. بن من؟ بن حمو. بن من؟ بن الحاج دريس. بن من؟ بن عبد القادر. بن من؟ الله يجعل البركة. ساليتي عاد عبد القادر سبارك تتمل الفضالات. أيه ها أيه. أولاد الرامي ولا الأخرين؟ أيه أولاد الرامي. كينين أولاد الرامي؟ وكين أولاد يوسف. وكينين أولاد يوسف؟ أيه. جيرانكم شكون؟ أولاد زين. زيد و الغليميين. زيد وقزولات. زيد والعمور. هادو ما جيرانهم؟ هادو ما جيران. بعادين على المجد باو؟ بعادي ها بعادين بزاف. بعادين عليهم شي 17 كيلومتر. والمذاكرة بعادين عليهم تا هما بعاد منهم تا هما شي 12 كيلومتر ولا اكثر. واش فضالات زايده ولا والو؟ لا كنتسمى كلشي زايده. زايده ملي كتسمى منين؟ من هنا من الواد المالح. زيد محاده مع المجد باق حنا كنقول زيد كيتسمى وزناته. زيد وطالعق محاده مع زعير فيها ثلاث زايده فيها كلشي كتسمى زايده. واخا علاش سموهم فضالات؟ سموهم الفضالات كانوا بكري كانوا الاستعمار دخل دوك كانوا دخلوا سيليغان. زيد باش غادي يحاميو الناس هنا بكري كانت الصيبه ملي دخلوا واحد القبيله هما هنا القدام خرجوا من مسلمات ومو جايين هاد القبائل اللي هنا قدامنا جايين من بن سليمان لهنايا ما فطروهم ما عشاوهم ما غداوهم. هادو قبائل اخرين ما كاينه حتى وحده ما كاين على الهرماكه. زيد نادو من تما كاينك في الليل قالوا لي مراتو ما غتمشيو لها البلاصه راه مواليها واعرين وكيديروا كيديروا جات البيعه من تما كاينك في الليل جاوا عند هادو هنايا الفضالات هاك ساعه باقي ما سمعوا ضاعت سمع قبيله جاوا قالوا لي ما وديرها ها كاين ها كاين ها كاين راه هادوك راهم غادي يجيو يديروا قسمو نادو هادو وجدوا وغوتوا العيالات في الليل نادو اللي مخد مخد ولي صوبت تمسمن ولي صوبت كله وجا طيبوا البيض وقسموا هاريا داروا قسموا مع الصباح قرب النهار يطلع غوتوا على الدراري دوك اللي الدريات ودوك الصغار الرجال بقاو هنايا والعيالات الكبار بقاو هنا الدراري ودريا مشى معاهم واحد لحقوا تما كاينك الغليميين عند الدخله ودار النهار يطلع الاخرين صحابوهم بصح جايين لهم هذا لحقوا واحد الشانطي اللي تما كاينك عاد جبروا الدراري والدريات كله واش هاز شي هاز مسمن شي هاز الخبز شي هاز الحليب شي هاز اللبن من تما كاينك دوك الناس اللي جاو تما كاينك من السيليغان قالوا هادو احسن من هادوك اسميتهم هادو قال لهم هادو فضال من هادوك هادو فضال من هادوك بقات الفضالات الى اليومين هذا قاد جا فيها الكرام هاكاك بحال الكرام اللي كرمتينا اليوم والله بالصحه والراحه الله يطول عرفتيها لينا وفابو امسحكم الحمد لله هاد الجماعه تساهلوا الشواق غيجي واحد الكروه ويبقى يطحن فيك المقدم نعم سيدي كيفاش قلتي لي على علي بن الحداوي اللي كان ضد الاستعمار اي كان يعني بجدود في الحبس ايام الاستعمار زيد وخرج من الحبس وخاد عوض من المحابيس خرج يخرج للقبيله ليش يخرج على الخونه مثلا دوك الناس اللي هما الخاينين الخاين الخاينين الوطن الخاينين الخاينين دوك الخاينين زيد دق عليه وخرج النيه كفات ما خرجش يقعد ريب هيما ولا يقطع عليه عون طور ولا عود المهم يجيب الحفله وصح المعلوم زيد وعقب مازال وعقب يصبح يصبح بالبلاصه والمحابس بارك بحال ما عمره خرج واش هو دوز صحه كثيره ولا شنو كثيره دوز كثيره ورجوله كثيره ورجوله كان مانع مانع وكان شي حد في ضد الدوله والو كاين الناس اللي ما ضدو كاينين شكون كاينين يامات هذاك الوقت كاين جا واحد يقول ليه الحاج قاسم واحد يقول ليه الحاج محمد الحزيدان واحد يقول ليه الحاج يوسف كاين الناس وشنو المغربات اللي فايتين دايرين ايام الاستعمار كانوا يضربوا على الوطن كانوا باغين يحرروا البلاد باغين يجروا على الاستعماريين
واش يديروا يحرقوا؟ يحرقوا البلادات الزروعات، يحرقوا لهم كامل النصارى. النصارى؟ إيه، باش يهربوا، باش يهجوهم، باش يهجوهم البلاد من المغرب. الشاب واش كانت شي مراه فاحله عندكم هنا في القبيله؟ كاينه كاينه. شكون هذه؟ كيقولوا ليها بنت العتيوي. هذه انا اللي كنتذكر معاك، غادي بالعشاء لخويا، غادي لحقت لواحد البير، مع طريق لحقت لواحد البير، البهيمه اللي راكب عليها تا وقفت. بنهار ولا ليله؟ بالليل بالليل بالليل، نص الليل، الليل ظلمه الليل. زين الحمار وقف في قر البير، كانت الرمره كانت تنشون تسرعيني مع البير، حاجه ما ظهرت ليا. نزلت من فوق الحمار، هزيته من رجلي التالين وفوت البير، عافوت وركبت، نهضت ليا المره من خر من وسط البير، نهضت شدت ليا الحمار عن قاد وكتشوف فيا، وانا بعصاتي كنقول انا معاك بالله وبسرعه، انا معاك بالله وبسرعه. المره بعد قالت دارت ليا، قالت لي اش كاين مهمتك؟ بولتك ولا لا؟ قلت لها ودي جيتي كون ضربتك في الزروطه بزروط. قالت لي فينا والدي اللي ضرب به؟ ملي فعلا كنقفقف باللي البيت نقفقف كاع اللي تطلع النار ولا القصر. مشى لك الوضوء؟ الوضوء. واش هي كانت صحيحه ولا شنو هاد المراه؟ صحيحه، مراه صحيحه، مراه عندها بحال الليل بحال النهار. شي الليل عندها الليل بحال النهار، عندها ما تخافش هي. وليتي انت هو الوليه؟ انا الوليه، وليت كثر. الله يرحم الوالدين. وليت كثر، وليت كثر، وليت كثر، يعني راه صافي ما بقاش عندي لا يدين لا رجلين باش ندوي. تمسخت بالفعل بالفعل. قالت لي اش كاين؟ قلت لها نضربك بالزروطه. قالت لي فين الوالدين؟ واش انت الشاب في الاول تصحابها من المدرقه ولا؟ صحابها من المدرقين. ايه ايه، كان صحابها من المدرقين مول الوقت، كان صحابها مول الوقت. امراه لابسه البيض وملحفه يبانوا عينيها، باش غيتها؟ تصحابها الاخرين؟ صحابها من هذاك الشيء. علاش تكوف انت؟ اين تكوف انت؟ يعني راه كون شي قلات بك في قنت كره بقات الشهوبيه اللوز تبطل. هاو كيفاش قلتي لي كذب اللوز وصدق المشماش؟ حيت اللوز هو الاول كيدير ينور، اللوز هو الاول اللي كينور، والمشماش حتى يلحق الوقت ديالو عادي ينور. تما فين قالوا كذب اللوز وطيق المشماش، وكذب الشيب وطيق التكماش. انسان بد ينوض فيه الشيب وجهه ما مكمش باقي ما كبرش، حتى وجهه يتكمش عاد تقول كبر. حيت يكون بنادم فيه راسه فيه الشيب وباقي صغير. باقي صغير. هذاك الشيء علاش كيقولوا كذب اللوز وصدق المشماش، وكذب الشيب وصدق التكماش. كيفاش قلتي لنا غانم الشيب فيه وفيه؟ اي بصح، الدري زايد من كرش امه والشيب فيه. الدري زايد من كرش امه والشيب فيه. الدري من كرش امه شيب، والنهار الحال غادي يجي وقت واحد الوقت يخبز دريب حنا فيه، الوقت اللي هادشي اللي غادي يكون حنا فيه. كيفاش قلتي لي ولد العيب يعيب؟ واخا يكبر ويشيب ويدل السبيب. واخا يكبر ويدل السبيب؟ ايه. كيفاش زعما؟ حيت على كيما قلنا قبيله من تماره، دابا واحد عايش دابا هاني ياك، وواحد عايش متومر. اللي متومر هو اللي كيعيب في الاخر. ايه. دابا انا غنقول لك المقر عند البركه من عندي انا، انا بعدي ولا قلت انا ضربت واحد التماره، منين عبت انا دابا من رجليا، دابا رجليا راه ميتا قاموا عليك، انا اللي باقي حي. واخا. وكيفاش قلتي لي العود ديال الكار والعود ديال السناح؟ العود ديال الكار وديال السناح انا هو اللي غادي يموت هو الاول. ديال السناح؟ لا اللي عابرك. لا هذاك راه كيدير واحد الرياده واحد في واحد الوقت ما يموتش، اللي كيموت هو ريحة الدوار. قال لك واحد الواحد كان خماس ودور عليه زاد الله في رزقه ولا مدور حلق حلق، والجماعة كتجمع عارفينو راه كان درويش ما كيعاقبتوش عليه. واحد النهار واش خلاهم تجمعوا ويمشي عندهم، قال لهم ماك ما كتغوتوش عليا وانا مازمو انا ثانا وقفت انا عندي العود وعندي هذا. قالوا ودي ما انت باقي ما عندكش العود وهذا نغوتو عليك. قالوا لي قال لي لا انا شي الموسم الفلان الفلاني غادي يعمر انا نعمرو انا نكون فيه وندير فيه وندير وندير. قالوا لي واخا صيفطوه. قالوا صافي نوض سير بحال هكا فرتو الناس الغد. صيفطوا لي واحد الواحد من الجماعه واحد شلاهبي بحالي بحالك. ايه قياس الخير تقريبا زين. قال لي قعدو قال لي ها شوف غوت عليه سيد الحاج. قال لي الان قال لي البارح فكر هذيك الجماعه قالوا عابوه في الجهه وابو ما كانش عندوش. زاد علي اش قالوا لي؟ قالوا لي يامس شكروك الجماعه. شكروك الجماعه؟ عابوه في الشجاعه. عابوه في الشجاعه؟ ايه. سمعه هو والله يحضن بصفر ومشى سطاه في العشيه وداروا به الرميديه بغيتني العود. ايه قالوا لي ها العود جابوه لي. قال لي ناض بيقلب
داز الرميدي ونغزو العود فيه عيني كيخزو رجلي بناخرو كيقبزو. قال هذا عود حر. الرجل حيث فلس جبد فلوسه وخلص وتم جايب الحنسور جايب جدد في النظر جايب العود الشكار وجايب جدد في النظر جاب الحنسور دوزو ربطو جاب العود دوزو ربطو وجاو حبابوه لو يشوفو داك اللي ما كيحبوش يقول لي العود الشكار يبرد القديد ما كاسوش تلقايد وخذ الثمن فيه زايد واللي عزيز عليه ما يبيدوش معاه هذا هو كيفاش عاد الناس اللي كيشكروه اللي يدموه ما عنده ما يدير به اي زين نهار النهار حق الموسم قال لك هذا دا العود ودا الخزاين دا الزفزانة ودا الخزاين وصافي وش دا العود دا الصربة ديالو دابا دا 40,000 عام قارج والمصروف الرقيق خارج دار 40,000 عام قارج دار 40,000 عام قارج والمصروف الرقيق خارج بالك ما نقدر والنيكل خارج ايه زيد دار مسخرين سبعه ولوك اللي كيعمروا واحد النهار وغيجي جا المقدم جاو مقدمين كيعلموا القبيله انتم تحضروا غدا في البيروت تحضروا جاب لي خلاص ديال اسمه ديال كنقولوا حنا كما قلنا قبيله ديال الترتيب زيد الراجل سيدي عطاو نفايلو قراهم مناش من بلاصتو كرم لي السمول ايه زيد قال لك سيدي جا ملي عطاو نفايلو قراهم جاب حالاتو جاب الحنسور قيدو جاب العود الشكر طلقوا ظهروا يجري بالدبر طلقوا عيك اشكر زعما ياكلها مغلل كاين شيء والو كاين تا وحده ما كاينه تا وحده ايه دار انت تبعو خمسه من الدراري الصباح في الكاريان كاري يهرس الحجر صافي هذا دابا اللي ما كيعرفش يسير راسو ما عارفش عقب اللور ايه لا عطاك الله واحد الخبيزه شده وسقل وستر مستر الله طم على ما فيك الله يرحم الوالدين بقى غادي في ديك التهمه الاولى حويطه خطوه تلحق شنو هي علامات كيبرون اللي كدير القيبرون لا دابا كاين مهنات هذوك مهنات كنقول للدراري هاكوا زيد كاين مهنات شنو هما الحرافي مهنه ديال الحرف الاخرى ديال البشر ديال هاد العروبيه شنو هي هي دابا الواحد ملي كيكبر ما كيبقى ينفع ما يقدي يهز خنشه ما يحصد ما يكربل ما والو اش كيعطيوه كيوليو يخرجوه برويطه بحال الباتري دابا كيعطيوه البقر يولي سارح في كرسيه سارح وبارك على الكرسي زيد هذاك تما كاين من ورا البقر الاقبر زيد ما يزيدش دقيقه والو اخر مهنه علامه الكبر ثلاثه اما هي العين كتولي تدمع والودن ما تبقاش تسمع والركبه تولي تخمع الركبه تعود تخمع اي دايم لا خويا اش كيتسنى انا صحي واحد القبير ها قبير ماهوش تقبر ها قبير انت شو قدك هاد صوب شويه ودي الحفير الشهاب قبيله قلت لي هذاك اللي سولوه قالوا لي على البعاد هذوك واحد الجوج كانوا صحاب زيد ولاد تقريبا واحد 15 عام غابوا على بعضياتهم تا ولات عندهم تقريبا 80 عام عند الواحد كبروا بعد تلاقاو مع بعضياتهم قال لي السلام عليكم قال لي وعليكم السلام قال له مدرا البعاد قال لي ودي قربوا قال لي مدرا هذوك الجوج قال لي ولاو ثلاثة قال لي مدرا هذيك جماعة الخير قال لي الباقي والدوام الله الدايم الله صاحبي سولوا على الاول قال لهم مدرا البعاد على العينين باقي تشوفوا لا البعاد زعما واش كتشوف البعد ولا والو إيه قال لي ودي قربوا لي نشوفها قدامي بغيت نشوفها اللي قدامي قال لهم مدرا هذوك الجوج على الرجلين بجوج قال له ودي ولاو ثلاثة راه وليت معول على العكيكيز قال لي مدرا جماعة على السنان هذه على السنان قال لي مدرا جماعة الخير قال لي هي على السنان قال لي ودي الباقي وداهم الله راه حنا ولينا تابعين على الحسوة صح النبي ولينا نصوى بولو يتمس كيفاش قلتي لي إلا بغيتي الفايدة ريح مع الناس الكبار وإلا بغيتي تحرت حمري وتيرس وبلاصة الغبار حمري وتيرس وبلاصة الغبار ولا زغتي وبغيتي تجوج خذ البنات الصغار
زعما تقد على الزمان و... معلوم معلوم خدم لك شقالك وكذا وكذا تربط وطلق وهذه وهذه تايلة تبهدل تيتا تبقى هي السي 60 يا كل مرضي كان عربت يا خدودنا لنا واخويا عاطر يا وليدي حز خوتو كاملنا كيفاش هذاك اللي كيبيع ويشري في الملح؟ هذاك يا سيدي واحد كان يبيع ويشري في الملح يبات في سوق ويضل في سوق ايوا بعد من البلاد كاع البلايص اللي كيعرف فيهم كيبيع ويشري بعد 12 نهار ولا كيخمم في غادي يطلب ضيف الله اسمعني يا سيدي زيد ايوا تم دايز واحد السيد مع الطريق غادي يخرج من السوق السلام عليكم السلام قال له ضيف الله قال له مرحبا اداه معاه وداه المحل وكلشي كانوا على الخيام راح الليل اسمه الراجل هو والضيف في بلا في خيمه في قرن والمولات المحل في قرن والضيف هو يسول الراجل قال له فلان قال له العام قال له شو شتك مع داك الوليدات لا هي الوليدات لا قال له ودي ما تجوزش بكري المراه راه عاد حامله اش قال له هذاك الضيف وقال له ودي الضيف اللي كان عزيز عند الله هي هاد الليله البات عندك البات عندي عندك يعطيك الله واحد جوج عزاره هو هي هذيك سيدي كالوا وشربوا المراه في جهه والراجل هو والضيف في جهه المراه تعيطت على راجلها افلان شت علاج الحق جا عند كما كاين باس قالت له دير زورني الوجع سير عند فلان وفلان وفلان يجوا العيالات يعاونوني يقابلوني يقابلوني هو مشى سيدي الراجل عند ولاد عمو بقى مريح تحتت معاهم وخلى الضيف في المحل والعيالات جاوا عند المراه اللي غلات ولد هو الراجل سيدي عند ولاد عمو ساني حتى تيسمعوا في ستات زغريتات ولاد عمو تهضروا في راجل قالوا ترى مش ستات زغريتات سمعنا يمكن المراه متهومه يمكن المراه تهومت واش قال لي الضيف الراجل اش قال لولاد عمو قال لي نوضوا نوضوا عاودوا راه عندي واحد الضيف نحطوا معاه شويه ونضحكوا او وقالوا لي الضيف جيبي معاك قال لي ودي لا الضيف طالب عندي انا ضيف الله حتى لا بغيتوه حتى الغد الليل وعرضوا عليه بات عندكم ايوا جاوا سيدي ولاد عمو هو الراجل مع ديك الفرحه صابوا المراه والده الجوليدات يعني داروا المسمن العيا ولاد عمو غنادوا خبزوا صابوا كالوا وشربوا العيالات سيدي مشاو مع رجالتهم بقات على المراه هي وليدات لي زيدن المراه واحد وليد هك وليد هك والضيف في المحل هو الراجل في قرن عسين ما تقرب الفجر الراجل كيشوف واحد جوج حمامات حتى دخلوا ديك الخيمه الخالفه عند الخالفه هذه الخيمه عرفتي الخيمه كبيره كيشوفوا دوك جوج حمامات جاوا دوك الخلفه وبداو داون على الدراري اللي زادوا وحده قالت لوحده هذاك اللي على يمين المراه اشنو قالت لي وليد قالت لي ولي على اليسر قالت لي وليد قالت لي والسميه اش غاديرين في السميه قالت لي على اليسر سمو سيدي احمد واللي على اليمين سمو سيدي محمد قالت لي والاخرى قالت لي بعد سميتيهم هذاك سمو سيدي احمد وهذاك سمو سيدي محمد والرزاق قالت لي ودي سيدي محمد عنده جوج رزاق وسيدي احمد عنده رزق
هي هذيك سي يطلع النهار الصبح الصباح ما صلى على النبي ربح كيالو وشربوا الراجل داز هو وش هو الضيف الراجل سيد وز سيد بعدهم المحل قال له كتعرف السي فلان هذا الضيف يقول المول المحل كتعرف هذوك الدراري اللي زادوا البارح راهم تسموا البارح وراه تضمن لهم رزق البارح رد بالك راه يجيو العيالات يبغيو يسميو وشوف سول المرا قول لي على اليمن توري لك على اليمن وعلى اليسر اللي على اليمن راه اسمه سيدي محمد واللي على اليسر راه اسمه سيدي احمد سلامه بسلامه هي هذيك سيدي زاد بحالته غادي نخليو هذيك المراه اللي هي ولدت تجي الحكايه ديالها ونكملوا حكايتها والدنا نرجعوا ليها ونكملوا حكايتها ندوزوا لعند مول الملح مول الملح سيدي عاب سيدي ركبتي على الحمار وهزيتي شواريك قربتي للسوق لحتي ديك الملح سستيها دخلتي للسوق بعتي الشواري بعتي البردة بعتي الحمار دخل سيدي رحبه الحوايج اشترى جلابيه واشترى ملغط واشترى رزاق والله يدور بحال الفقيه هو عاد يسمع البرح كيبرح لا اله الا الله محمد رسول الله كسمع اخبار الخير كم من هو فقيه يطلع للجامع ديال السلطان حتى هو دار براسو سيدي فقيه وطلع وما حافظ والو طلب يقرا هو يدير كوكب راسو بحال طالب توحده ما كاينه والو هي هذيك سيدي اتناس الليل والسلطان يمرض مرض السلطان ولاو كيجيو سيدي دوك المسخرين اللي كيتسخر كيدي بالطالب كيهز بالطالب ويديه للسلطان يقرا عليه والضيف اش ولا كيشوف غير اللي خرج من الصاله ما تلاش يرجع حتى لحقادو هو النوبه نوض سيدي يتكلم داوه سيدي دخلوه قبل يلحقوا على السلطان قال له ها انت شوف خوتك في الراهم هما مقطوع عليهم رؤوسهم مالهم قال لي ودي راه اللي قرا على السلطان وما فاق قال لي ما ودي ما غادي نقرا عليه حتى تجيبوا لي واحد البليه خاصني قال واش اما هي قال له سيدي كنكمل كيف مشاو سيدي جابوا لي الكيف قصص وكمق ولا كيمص ويبخ على السلطان والسلطان يفيق فاق دار السلطان في الوزاره قال لهم هذا غيدير هو وزير معاكم ولا وزير هم الملح ولا وزير اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا السلطان مرض التهلك جمع الوزاره قال لهم لا جاب الله الممات ومت ديروا هذا السيد سلطان في بلاصتي هامول الملح ولا سلطان زيد غنخليه هو سلطان يحكم ورجعوا الدراري اللي زادوا زيد الدراري اللي زادوا سيدي كبروا سيدي محمد وسيدي احمد ولا بوهم تقرينا ما خاصه من جميع ما يكون البو سيدي مرض مات المهم ما مرضت مات قالوا الاولاد بقى سيدي محمد وسيدي احمد سيدي محمد ما يخدم ما يردم لا تخاصم شي حد يجيو سيدي محمد دي صالح غضبة الشمرة يجيو دو سيدي محمد يردها يعني الكلمة ديالهم حلوهم ما يربط ما يطلق سيدي أحمد محن يربط يطلق يحرط مرتوط مخط خبز حطب مخلطة واحد الليلة سيدي حضنا واحد الليلة في يوم الله مرت سيدي أحمد تقعد تراجل في نص الليل أحمد قعد ياك ما كاين باس لاله قلت له بغي نسولك واحد السؤال قال لي قولي قلت له هذا الشيء اللي مخلي بوكم واش عندك فيه شي نصيب ولا قال لي ودي راه انا وخويا قالت لي ودي كيتبان لي ما عندك نصيب واش تضارب تيميره تربط طلق انا نخبز المخض نفعل نترك وهو ما يقعد حتى ل 12 مرته ما تقعد حتى هي حتى لجوج عاي يقعد يركب على بغلته وشي تسارى يمكن ما عندك والو نوض تسولي نال سيدي عند خوه قعد سيدي محمد سيدي محمد العام بغيت نسول قال له قول قال له واش الشيء اللي خلى بونا واش عندي فيه شي نصيب ولا قال لي ودي راه انا وياك هاد اللعبانه اللي مغطي بها راه عندك فيها النص رجعت مرتو ولا لا اخويا راه قال لي اللعبانه اللي مغطي بها راه لك فيها النص قالت له عرفتي اش غيدير ولا اشنو كاين رجعت تقول لي نديروا النوبه حتى الصباح قاعد نهار وانا نصبح انا قاعد نهار مشيت انا نتسارى وتتمشي تتسارى رجعت تقول لي سيدي محمد غندير انا وياك النوبه قال له علاش قال له حتى سيدي نهار تضل تسارى مع راسك على باقلتك ونضل انا مقابل ونهار تانا تضل تسارى وانا نضل مقابل وانا نضل نتسارى مع راسي قال لي عرفتي اش غيدير دا سيدي محمد يقول سيدي احمد عرفتي اش غيدير غادا ما نخدمو ما نردمو انا وياك ندخلو مني ربط مني يطلق مني خبز مني حرط نتسارى انا وياك وندور انا وياك كلشي نديرو انا وياك ارجع قال لمرتو عرفتي اش قال لي قال لي سيدي نديرو النوبه حنا مريحين بجوج ما ندورو بجوج ونساراو بجوج قالت عرفتي اش غيدير ولا تشد الجام ارجع قول لي نفرقو رجع قول لي نفرقوا سيدي محمد راه معايا كيز راه حاجه ما يقضيها نقول لي نفرقوا الوجه المشروك ما يتغسل رجع قال له سيدي محمد قال له العام غنعيطوا على فلان وفلان نفرقوا قال له ما نعيطوا على فلان ولا على فلانه
انا وياك بجوج، الصباح بر البلاد خذ نصك، حسب البهيم خذ نصك، حسب الغلم خذ نصك، حسب الماعز خذ نصك، وصار ما نجيبو تحت. هذاك الشيء دو رجع قال لي راه قال لي انت هيطلع النهار حسبكم لي حاجه حسبها وخذ نصك. هي هذيك سيدي طلع النهار سيدي احمد بدا يحسب، يفرق في نصو يجيبو المحل بوحدو، يفرق هذه ويجيب، يفرق هذه ويجيب. رقات السيمانه سيدي احمد حيت ما صباش يتسوق دابا قريبيها تزوزت تزوز دابا قريبيها، دخل دوك البياع وشراك يعرفوا هذاك سيدي محمد، شدوا البقره شراوها من عند هذاك سيدي احمد وربطوها في واحد الحيط ومشاو لسيدي محمد كيبرك بحال القيط، يعني راجل مشرف. وسيدي محمد قال لي من العام، قال لي ودي واحد البقره من بكري كانت تباع، علاش خليتها تباع؟ قال لي ودي لا راه خويا فرقت انا وياه راه كيبيع في بهيمو. قال لي لا البهايم بهيمتك خاصك ما تخليهاش بشي بحال هذا. قال لي لا مع ديما ندير بها. قال لي ودي حنا شريناها، حنا شريناها يا سير ديها وقت ما وجدتي فلوسها، ولا اللي بغى يبيع سيدي احمد ياخذها سيدي محمد، ياخذوها ناس ويجيبوها ليه حتى كمل البهايم الغلم المعاش جميع ما يكون داز الارض، ثاني بدا يدلل في الارض يشريوها ثاني عير ناس اخرين يشريوها ويجيو لعند سيدي محمد. ايا سيدي محمد سيدي احمد راه شرينا عند البقال الفلان الفلانيه، احنا كتبنا في اسمك تيوجدوا فلوسها ويعطيهم لينا. كمل سيدي احمد كمل بقر غلم معز بلاد. ايوا حنا ريا الدور في المراه كما القاعده اهي، يا قلت لك خوك راه كان يخزن عليك الفلوس، نودعيه نودعيه ناض ويدعيه ما تنش عبد القايد. اش كاينه سيدي؟ قال لي ودي كتعرف خويا مشارك انا وياه وفرقت انا وياه، دابا اللي بغيت نبيعها كيشريها هو، يمكن كيخزن عليا الفلوس. يا قال لي القايد، قال له ما تاني انا ما عرفتش هذاك الشهاد، وقال له اللي بغيت تبيعها راه كيشريها من عبد القايد لعبد الحاكم من الحاكم لعبد السلطان. هو السلطان شكون هو؟ حاضر من زياده. هي هذيك سيدي دخلت لعبد السلطان، مالك ما ولدي؟ قال لي ودي السيد خويا راه مشارك انا وياه، غير اللي بغى يبيعها كيشري، اللي بغيت نبيعها كيشري من عندي، يمكن كيخزن عليا الفلوس. قال لي وليدي اسمك؟ قال له اسمني سيدي احمد. وانت اسمك؟ قال لي اسمني سيدي محمد. والسلطان يوعى، قال له الدراري الحاضر من الزياده. اش قال السلطان؟ قال خاصني رد ضيافه ديال بوهم اللي كان اللي كان ضايف لي. قال لي ما ولدي الليله ما كاين حكام، غتعشاو عندي وتباتوا عندي حتى الصباح ونروح لكم الحكم. ايوا كالوا وشربوا صباح الصباح وما صلى الله على النبي ربح. قال لهم علاش جيت ولدي؟ قال لي علاش جينا وعلاش جينا وعلاش جينا؟ قال لي يا ولدي انا حاضر لكم زياده، هذا سيدي محمد عاد الجرزوق والتر عندك رزق، ما عمرت قاد تا وياه، ارجعوا كيما كنتوا. سيدي محمد اش قال للسلطان؟ وا سيدي هاد السيد راه باع ليا بلاد وباع ليا بهيم وباع ليا كلشي، ودابا راه في وجهك حتى يرجع النص ليا والنص ليا، رجع دابا بحال ما باع ليا والو، وانا خليتهم تما مع الواد الواد وانا بارك مع عطير. كيفاش قلتي لي الى لحقتي ال 50؟ الى لحقتي ال 50 هذاك حدك، الى لحقتي ال 50 هذاك حدك، والى لحقتي ال 60 يقل جهدك، والى لحقتي ال 60 يقل جهدك، الصحه تعزز وتولي نقصاني، الصحه تعزز وتولي نقصاني، والى لحقتي ال 70 بالي براسك، وإلى لحقتي للسبعين رد لولها راسك، وإلى لحقتي للثمانين يجنبوا شوارك ما بقالك شاني، وإلى لحقتي للثمانين يجنبوا شوارك ما بقالك شاني، وإلى لحقتي للتسعين خفف رحيلك لا تبقاش تحاني، وإلى لحقتي للتسعين خفف رحيلك لا تبقاش يحاني، وإلى لحقتي للمياق يطول ضرك وقوى زحامك وتقول الموت هاني. الموت هاني أخوي شيتي عدله زيد تما ينوض الغوت والصداع في باب دارك، يتجمعوا البعيد والقريب وجميع القوماني، تما يفكروا في الكتاني خيطوا قياسك الحفاره باقن في ثاني، تما يهزوك وديوك للروضه ويخليوك تحت الحوض وحداني، فين حبابك وفين صحابك ولا سار تحت الكفاني، فين شداد اللي كان بالفضه وسني البنياني، فين فرعون شحال كان دارك غرق وسكن نيراني. الناظم هذا الكلام افضالي في النسبه، الله يرحم بالحاج هو عبد الطلبه. I'm
كي كيطع ريجتي كي درتي لها كيفاش هادي زين كيطع ريجتي الوشام في البيضة كيطع ريجتي الوشام في البيضة كيطع ريجتي مزوقة مزوقة دوك تعرفي كانوا ديال اسفي دوك تعرفي يا اسفي كانوا كبار ديال العبدة كانوا عرفتي دوك تعرفي هادوك هما تعرفي كانوا يتباعوا في سانتر يا انا روح زين اخويا روح زين كيفاش قلتي لي الشهب شمتت عام وشمتت ديما وشمتت نهار شمتت نهار هي تمشي للسوق شري واحد اللعابه تقرضها سيبه باسله وشمتت عام تشري واحد البهيمه ديال العيد سلاخات سيبه زرقه وشمتت ديما هي تاخد شي مراه قليل تاصل هذاك واحد انت معاك هذيك هي الخايبه زياده تدفنها قال لي واحد واخذ مراه واحد واخذ مراه ما هي مراه واحد واخد مرأة ما هي مرأة واحد واخد مسمار من تقوقليه في العنقرة واحد واخد مسمار من تقوقليه في العنقرة كيفاش قلتي قال حرت كل عام والصابة عام والبيع والشراء كل نهار والربح نهار كيفاش الحرت كل عام يعني كل عام كتحرت والصابة عام يعني عامين ولا ثلاثة ما يجي الصيف وعام يجي الصيف يخلب كل شيء كل عام اللي تحرت وين الصابة لا مالو بحال هذا العام اللي داز الله يجعل السلامة ما جا والو كان هذا العام هو الخير موجود هو هذا يعني الحرت كل عام والصابة عام والبيع والشراء كل نهار والربح نهار ماشي ديما الربح لا ما يمكنش لا واش هنا كاينين شي شرفه ايه كاين الناس اللي هما يعني لو ولدت ونفرت ولدها كاين الناس اللي كيسبوا عليها وكيرجعوا ولدها ليها اذا نفرت ولادها كاين اللي كيسبب للناقه ويرجع ولدها يبدا يرضع فيها بارك الله انا اللي كندوي معاك نيت عندنا هذه القضيه كانت عندنا الناقه كتولد كتنفر ولدها كنمشيو نسبو ليها وهاد شي ناس كيقولو لهم الخياطه كيسبوك كتجي تعلق لديك الناقه الصباح في عنقها صافي ولدها يجي يرضعها ما تمشي فين لا كيفاش القضيه ديال الفرصه هذاك سيدي واحد نصراني هو مرتو دوزو عند واحد الطبيب في فرنسا زيد ملي كان رئيس ميطيره زيد دوزو سيدي عدو قال لي ما ودي خاصكم تمشيو للمغرب وهذيك الساعه دوزو عندو فوق الكرموس قال لهم خاصكم تمشيو للمغرب فيه الهواء مزيانه صحو مزيان وفيه هندي جيد فيه الهندي جيد هكذا كان باقي ما مرض قبل لا كرموس ياكلوا فيها شهر قبل لا تدخلوا هذه العله اييه زيد هي هذيك سيدي ايوا نصراني كيدور هو نصرانيه هو عاد يجيو فواحد الخينه بكروس يدور في الدار البيضاء بشارع محمد الخامس زيد مع الجنوي عدوا واحد الشكاره هذا قال لي ايه محمد كيسكيه ما حيت ما كيعرفوش كرموس ايه محمد قالوا كيسكيه شنو على الكيكس ولا زعما سيين شنو هذا شنو زعما زيد العروبي قاعد عايدو ونصار صوم كارمن اش قال ليه بعد قال لي كيسكيه محمد قال لي مسيو الفرصه زعما لك قلتي هذا غلط قالوا لي كارمين زعما كارمين عاد من على العظم على العظم قال لي زعما الفرصه تاكل كرموس صباح صباح كل واحد 80 كيلو قال لي مرا الفرصه هذه فرصه عرقوها عندي تولي صحاح 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 زيد قال له ضرب واحد 30 كرموس عزل لي على الخضره النصراني مسكين غيضرب كرموس ديالهم ديال النصاره كرموسهم من هي كرموسهم عرقوها بكرموسهم النصراني قال لمرته تاعها قال لي مدام دوزي لارسيكو 75 من 72 زعما ديال الفرصه اش قال لها اش قال لها؟ سوسانت كان ميريكان مع الميريكانيه اش قال لها؟ قال لها مادام زعما دوزي تاكل كرموس باش غلادي قال لها مادام اللي صي 75 من 100 زعما فيها ما كاينش نص ساعه تفور ماي هاكا قال له ضربوا على 20 هي ضربت 20 على الخضراء كيعزل لي مع الخضراء علي شبعان شبعان حصى حصى يعني والو من حد الماء ما فيهاش على العظم زيد خرجوا من تم مشاو كانوا شربوا شو لا دانس مشاو شو لا دانس لا بيلانس لا دانس شنو قال لا دانس شطيح ديالهم شطيح ديالهم ايه مشادنا سمع هب ترطي شنو يقولوا داكشي لا يقول اش يقولوا كتسمع هب تربي شوي زعما داكشي كيتمركز داكشي بحال شي بياله في العروبيه كتبين في القرد هاو
وداك الشيء سير يدك سير يدك يا بابا ماك زيد تكيسها مني تقفلت البيبان قفلت البيبان كاش ولا يقول نصراني يقول ولا النصراني يقول نصراني يعني في المخمر اللي كيضرب لا عطيتك هاد الرازم الفرصة وفينا مول الفرصة وخاصهم بكوب ديم كورسا فين الميزو فين يتصاوبوا تاني يتصاوبوا تاني باقا عاد مشي جيل كيفاش قلتي على الهندي قالك واحد الواحد حكمت عليه القدرة زيد كان ميتين من الحمراء حكمت عليه القدرة كان ميتين من الحمراء كان ميتين من الحمراء وكان 300 من الخضراء وكان 300 من الخضراء وكان 400 من الصفراء وكان 400 من الصفراء ولات كرشو كي الحجرة ولات كرشو مزنطرة كي الحجرة ما بقاو ينفعوا فيه لا طلبه ولا محاضره ولات كرشو كي الحجره زيد وتلايموا عليه جوج غربه يجيبوا منه عدوها بالحبه سي غانم كيفاش قلتي لي القرن السابع كان القلب شابع كان القلب شابع ايه والقرن الثامن حدث لا تامن حدث لا تامن والقرن التاسع من دمك وسع لا تسلسع من دمك وبسع لا تسلسع والقرن العاشر لا مع من تحدث ولا مع من تباشر لا مع من تكلم ولا مع من تباشر والقرن 11 الزين باقي ولكن الحياة ما بقاش الزين كين وإني الحياة طج ما بقاش إيه والقرن 12 قرن 12 لا هنا لا معاش لا هنا لا معاش إيه صحيح هالشي ما كيش لعب مشينا عبد الله صحيح تتاخد تتاخد لعب ولا الشاب نعم خويا كيفاش قلتي لي 40 يوم ديال الليالي فين يمشي صرها و40 يوم ديال الصميم فين يمشي صهدها و40 يوم ديال الصميم فين يمشي صهدها كيفاش زعما كتمشي كتمشي الصهد والليالي كتمشي للبير كيفاش تمشي للبير دابا في الصميم البير بارد وفي الليالي البير سخون في الصميم البير بارد وفي الليالي البير سخون كاين ولا ما كاينش واش كنت كنتي تحفر البيار ايه كنت بيار عندي صوندة كانت عندك صوندة وكيفاش جوج بنات في سمية وحدة عريانة وحدة مكسية هي كرموس نصارى وكرموس مسلم كرموس نصارى مغطي تتفتحيه هذه تعرى وكرموس مسلم عريان في السمية توام في السمية كرموس جوج بنات توام في سمية كرموس جوج بنات توام في سمية وحدة عريانة وحدة مكسية وإن صاحبي المكسية كتخرج لي عينية لا 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 ولا بغيتي ما تخرج لك عينية كلها بالعقلية كيفاش هذاك اللي غادي بالتليس على الجمل غادي قايد الجمل هو عاد يوقف عليه السبع زيد قال له فلان قال له العام قال له ودي درقني شي صيادة تابعني قال له ودي كي غادي ندير تندرقك دابا انت قداش كي غادي يرك تضرب قال له والو ودي درقني وصافي هو هودوا لواحد البلاصه مدرقه الراجل برك الجمل وفتح واحد التليس تخوى منه الزرع ودخل فيه السبع وخيط عليه وقعدنا هو الجمل وتم غادي يقيدوا هما عاد يوقفوا عليه الصياده واسي فلان العام ما داش عليك لنا واحد السبع قال لي ما ودي السبع كنت اذكره كان انا الاول يسبقني انا الاول الاول ياكل ماشي انا تسبع ايوا هي هذيك السي لحقوا لواحد البلاصه خاويه الراجل برك الجمل وحل على السبع السبعة تفتح دار في مول الجمل قاعدين تغدى بك أو قال شو أنت تفكوا حل الخير فكيتك من الموت تبغي تأكلني قال لي ناكلك وقال لي لا بغيتي تأكلني هذا الراجل قال السبع قال لي ودي اللي بغيت تأكلني مشو ندعوا عدا ذاك البغل وذاك الحمارة تلي حكموا علي الماكلة كوني قال لي عود وكانت عرف الحيوان كي يخافوا من السبع الحق عدوا سيد الراجل قال عود البغل قال لي ودي رحنا جيت من داعية السيد رادرت فيه واحد الخير ودبر قال لي ناكلك قال لي يا سيدي عاد حق ياكلك خافوا من السبع راه السبع هذا سلطان ديالهم سلطان ديال الغابه ديال الغابه قال لي يا سيدي عاد حق ياكلك قال لي صافي يا سيدي دابا راه حكموا بالماكله ناكلك انا قال لي لا هذا العود الشيخ وهذاك البغل مقدم خصنا نمشيو عند القايد نمشيو عند القايد اللي يحكم القايد اللي يحكم قال لي شكون هذا القايد قال لي القنفود صاحبي القنفود السبعين يحقر القنفود قال او ايوا مشى سيدي الراجل هو يا السبع القنفود البيرو ديالو دقوا عليه كاين شاوش في الباب دقوا عليه دخلوا هذا القايد ايوا القنفود قاعد عينه في مول الجمل وغمزوا قال له يا دوزوا راه فين قبالتي وبركوا واش انا بارك وانتم واقفين كي غندير نحكم عليكم بركوا قبالتي بجوج
مول الجمل. مول الجمل برك قال لي وري لي كيفاش درتي للصباح كي كنتي داير لي تخزنتي. عاد برك الجمل وحل التليس وقال السبع دخل فيه. دخل سيدي السبع غرز عليه مول الجمل. القنفود قال مول الجمله يا عندك شي شاقور؟ قال له يا قال لي شاقور السبع في التليس. السيد جبد الشاقور هنشرو غيزو صح ما يتمكن. يا القنفود قال مول الجمله انت اخويا انا في كيدك. يا مول الجمله تتلافت في القنفود قال لي يا اخي انت الدراري يلعبوا لك. هاو يلا فكوا بغا يدور فيه. يلا فكوا زين بلاد ما فيه خير زين. قال لي واش انا فكيتك من الموت ودابا بغيت تاكلني؟ قال له سيدي انا نديك يلعبوا لك صافي. قال له صافي. قال له واخا ما كاين باس انا انت كتشوف يا رضا الشيباني عاد اديني قيسني على واحد كوكب كراوي وقتلني. اللهم اديني عاود سيدي. لا قال لي انا رانا الشيباني اللي ديتيني غيلعبوا لي الدراري قتلوني في ساعه. اللهم عاود معايا نعطيك واحد ربع دراري ولا خمسه ديما يلعبوا عليهم ولادي وتفايجت على خاطر على خاطرك زين. هو سيدي ثم غادي هو مول الجمل لحقوا له واحد الغار. قال لي هانت القنفود قال لمول الجمل ريح هنا. قال لي فهم الغار اللي خرج دي مول القنفود مشى صاحب واحد اللفعه عيط عليها قال لي تعالي الى لوح الخينه راه ما قرش فيه الخير. راه كان هكان هكان ودابا راه ما قرش فيه الخير. قالت له واش بغيتي؟ قال لي بغيتك جبديه معاه. قالت لي وحرش واحد من الدراري جو راه يكركبني دابا حيت القنفود دابا فيه الشوك بدي دقات تم غدايا وطلع عيلطمني غادي ويدفع فيها غادي ويدفع فيها من اللي القنفود حس بالفعلات حق الباب. قال له مول الجمل خشي داك جبد الاول خشايده وهي جبده معاه شنطاته جابتو عمر روح ما كانت فيه. أبشى عد القنفود بشى عد الراجل صابو باقي كيدوي زين. قال له يا بنادم يا بو نادم يا بنادم يا بو نادم يا هو بن هو يا هو بن هو أقفل به الكوة قبل ما يقفلها بك هو. أقفل به الكوة قبل ما يقفلها بك هو. نعم ألقني في دود الحرام سلطان القنفود راه ماشي سهل. وش بعان شوك تاو وش بغا يدي منه الشوك لقطها صح أو عرايريم ديال اللحم خرجها منه. الشاب كيفاش القضيه كما قلتي ليا اش من نهار تجيبك ليا الوقت؟ قال له سيدي اش من نهار تجيبك ليا الوقت ونخلف لك هاد الضيافه اللي كدير ليا. اش من نهار تجيبك ليا الوقت ونخلف هاد الضيافه اللي كدير معايا كدير ليا ونخلف هاد الضيافه اللي كدير ليا. نهار داتو سيدي المناسبه عنده عاد خل هو قال لمولى الدار فلان العام هذا هو اللي كنت نعود لك عليه راه ما كيخلي ما يدير عليا واليوم رانا خصني ندير ليه واحد الضيافه جيده. خصك تهلاي فيه تهلاي فيه ايوا خصك تجيبي ليا هذاك الحولي ندبحوا ليه. قالت لي اودي لا الا ذبحت هذاك الحولي باش غادي نخلي العجاز. قال لي ما كاين باش تجيبي ليا عجدي. قالت له لا جنة جدي باش نخلي المعيزات. قال لي ما كاين باش هريا الفروج ندبحوا. قالت لي اودي لا بنذبح الفروج الدجاجات باش غادي نبقاو. صاحبك ما تجي عندك الليله غنديروا ليه صويكيكه ونطيبوا لي براد ديال اتاي ونده الله يسخر. انت شوف فيه كنا في الفحل ديال الغلم ولينا في سايكيكه. ايوا الراجل كانوا وشربوا كانوا على الخيام السيده سيدي هو ومرته في جهه والضيف في جهه. كون عسكت مول المحل عيط على السيده فلان العام واتاش ما قلت لي انا لا الحاجه. اش قال لي الضيف مول المحل؟ قال لي وصلت ليا مزيان انا غادي نقول عليك تا. قال لي انا غادي ندوي لك على راسك تا. مول المحل اسمه عبد المولى. قال له عبد المولى زيد ظهرت لي الجنوي مكمولة. ظهرت لي الجنوي مكمولة ولكن يا رايك مع المرأة مشروك. ولكن رايك مع المرأة مشروك بعد ما كان حولي جدي فروج ولا سايكوك. بعد ما كان حولي جدي فروج ولا سايكوك. تبهدلت الوقت وقتها صافي خسرت داكشي اللي كان ناوي ماشي هو عليك. الري مشروك مشروك كون كان ريو هو كون راه عمل وعمل كره العنايه بقات. ايه كيفاش قلتي لي الشاب اللي طلب شي طلبه يصيبها؟ هذاك سيدي الديب واحد النهار كانت القمره وداز له واحد الضايه كبيره ضايه مسرحه طويله زي عاد قال اخي دابا كل شي واحد يركب له واحد العود وتكون عنده واحد العصا. عاد قال لي اين هو هذاك؟ عما حسب راسه عاد وقف عليه مول العود زدت سد شبدا معاه. انا قلت هرب ثاني جا تحت واحد الشجره منع مشى تحت واحد الشجره ديال الجبوج هوبر كيتسرح. ايه عاد عجبو قاعد عينو الشجره قال اخي دابا كون عاد شي واحد ابو واحد العصا ديال الجبوج من الشجره ليا ما حس براسو طال هو واحد وجبد مع هاك جرى لي مع ظهره من السبيب للسبيب اللي قال هاي لقاها اللي لقاها مشى سيدي صاب الدياب مجموع قال لي مايا اش قال لهم؟ اليوم الحد كل غابه وديبها كل غابه وديبها اللي طلب شي طلبه يصيبها.
جاب الربحة. جاب الربحة قد قد. شبعوا في عمود. شبعوا في عمود. وكيفاش قلتي لي جهاوات اللي بغى يحدوا بعضياتهم في الكلام؟ هذوك سيت لقاو جهة مع جهة ديال الغرب وجهة ديال الشرق. زين. بغاو يحدوا بعضياتهم. واحد قال لواحد سمعت الزغاريت في باب دارك. سمعت الزغاريت في باب دارك. قال له الاخر خليت المرأة حاملة. قال لي الاخر راه ولدت. قال له مزيان. قال له راه ولدت جوج. قال له زاد الله في الاسلام. قال له مات واحد. قال له خلى الحليب لخوه. قال لي ماتوا بجوج. قال لي خلاو ظهر مهم نقي. قال لي راه ذبحوا واحد الحولي. قال لي كنت معلفو. قال لي خلاو لك حقك. قال لي بالواجب عليهم. قال لي مشي شكالتو. قال لهم كتاب ليها. قال لي راه قتلوها. قال لي ودي القلب ترابيها. كل جوابو على نابو. إيه. وكل نارو على مقارو. كيفاش قلت لي القوبع؟ القوبع قالت المسيسي اعطيني قنابيع ترويصي. قالت لي مسيسي سيري حتى تجيبي لي عنكود ديال العلم. مشات القوبع للداليا. قالت لي الداليا اعطيني العنكود والعنكود ندير مسيسي ومسيسي تعطيني قنابيع ترويصي. قالت لي الداليا سيري تجيبي لي الماء. مشات عند العين قالت لي الماء العين اعطيني الماء والماء ندير للداليا والداليا تعطيني العنكود والعنكود ندير مسيسي ومسيسي تعطيني قنابيع ترويصي. قالت لي العين سيري تجيبي لي خروف. مشات عند السارح قالت له السارح اعطيني خروف. خروف ندير العين والعين تعطيني الماء والماء ندير الداليا والداليا تعطيني العنب والعنب ندير المسيسي باش تعطيني قنابيع ترويصي. مشات عند السارح قالت لي السارح اعطيني خروف. خروف ندير العين والعين تعطيني الماء والماء ندير الداليا والداليا تعطيني العنكود والعنكود ندير المسيسي ومسيسي تعطيني قنابيع ترويصي. قال لي السارح سيري تجيب لي جرو. مشات عند الكلبه قالت لي الكلبه اعطيني جرو. جرو ندير السارح والسارح يعطيني خروف. وخروف ندير العين والعين تعطيني الماء والماء ندير الداليا والداليا تعطيني العنكود والعنكود ندير مسيسي ومسيسي تعطيني قنابيع ترويصي. اش قالت لي الكلبه؟ قالت لي سيري تجيب لي السلق. شهاد عند العوده هذه القوبه. شهاد عند العوده. العوده اعطيني السلق. السلق ندير الكلبه والكلبه تعطيني جرو. جرو ندير السارح والسارح يعطيني خروف. خروف ندير العين والعين تعطيني الماء والماء ندير الداليا والداليا تعطيني العنكود والعنكود ندير مسيسي تعطيني قنابيع ترويصي. قالت لي العوده سيري تجيبي الغمار. مشات سيدي عند الحصاد. ها الحصاد عطيني الغمار. الغمار ندير العوده والعوده تعطيني السلق والسلق ندير الكلبه والكلبه تعطيني جرو. وجرو ندير السارح والسارح يعطيني خروف. خروف ندير العين والعين تعطيني الماء والماء ندير الداليا والداليا تعطيني العنكود العنكود ندير مسيسي باش تعطيني قنابيع ترويصي. قال لي الحصاد سيري تمضي لي المنجل. مشات عند الحداد. قالت له الحداد مضي لي المنجل. منجل ندير الحصاد والحصاد يعطيني الغمار والغمار ندير العوده والعوده تعطيني السلق والسلق ندير الكلبه والكلبه تعطيني الجرو. والجرو ندير السارح والسارح يعطيني خروف. وخروف ندير العين والعين تعطيني الماء والماء ندير الداليا والداليا تعطيني العنكود العنكود ندير مسيسي تعطيني قنابيع ترويصي. قال لي الحداد سيري عند عطير زين هو يعاود لك هادشي. هادشي اللي قلتي درك. هادشي اللي قلتي درك. انا بقيت عاقل على السلا والعنب وقنيبيع تراسي. الشيء اللي شاب لا قلتي لي عاودها غنبقاو هنا حتى الاربعاء الجايه ونعاود لك. وما تعقلش عليها حتى دابا زايد في مارس. انا زايد في الخبيه. الشاب كيفاش القضيه ديال داك مول الحماره؟ مول الحماره سيدي هذا واحد الدكوالي بغى يبيع واحد الحماره شاهر فشارفه حماره مطيحه ما قالت فيهم ما تسنى. زيد ماسحه. ماسحه زيد. وصرطها سيدي وحل 2000 ريال 400 400 ورقه. زيد. وصرطها وحل 1000 عسحات تاع الميتينات. زيد. صرطها على 1000 1000. زيد. الغد بيتها في كلاس وشربها وحل بوديزه ديال زيت العود ودخلها للسوق. عرقتها بعدا. عرقتها. ودخلها للسوق عاد جا واحد الخينه حط يدو على الحمار وقال ليه ويا انت بشحال شوي بينيه؟ وقال لي قول بنكه شوي بينيه. اش قال لي؟ قال لي قول بنكه شوي بينيه. وسيد مول الحمار نقص الحمار درت لحد 4000 ديال سحاتت. ولا يقول لي بتاعك تاع قطع. قال له ما نقطعش يا سيدي تدير معايا الثمن. عاوتاني غزا قال لي حتى واحد 3000 ريال. قال لي عسعاتت شي شويه ثاني. قال له وا سيدي تقطع لي الحماره بشحال؟ قال لي بلاتي غزا. قال لي ثاني لاحت واحد 2000 ريال 1000 1000 شباب شحال باع الحماره؟ باع بجوج الملايين. جوج المليون. جوج المليون باع شبعت. قال لي راه بعت لك بانكه ماهيش حماره. بانكه زين. ايوا دا الحماره المحل تلقاو لي ولاد وبنات وابا تا جايب لنا خطيه. اش كاين؟ وهذيك جايبنا شارفه. راه انا جايب لكم بانكه كانت باقا فيها حل 2000 عن غزه
لا هذيك لا تمارس ديك القرفيه ديك القرفيه وحل الفيل زي وصافي الحماره سيدي ولات 4 ايام ولا 5 ايام عقدتهم عقدتهم وبوتا في البنكه يوقع البنكه خوات ريحه الدوار ريحه الدوار تجري في دمي ساكنه في عظامي ريحه الدوار تجري في دمي ساكنه في عظامي ياك تساريت قاعد الدنيا ما بحال ريح ياك تساريت قاعد الدنيا وما بحال ريح فيه بويا فيه جدي خوالي وعمامي فيه بويا فيه جدي فيه خوالي وعمامي هذا تاريخ ما فيه كذوب تاريخ صحيح هذا تاريخ ما فيه كذوب تاريخ صحيح مالين الخيل اصحاب الصربه اصحاب البارود خيمه كبيره مازال معروفه بالجود ياكل اللي جاي ياكل اللي جاي يشرب مرحبا بيه هذا تقليد من جد لجد ما سمحنا فيه.